صاحبة مشروع مركز التميز التعليمي. أنا متزوجة، عندي 3 أولاد وبنت الحمد لله. مسيرة حياتي كانت والله الحمد لله صعبة، وصعوبة حياتي كانت هي أساس نجاحي، أنا هيك بعتبره. الحمد لله تزوجت بعد توجيهي، زواج مبكر كعادة الفتيات. أصريت والحمد لله بدعم من الأسرة ودعم من زوجي قدرت أن أنا أخلص الجامعة. تخرجت من الجامعة تربية علوم تطبيقية وتكنولوجيا تعليم، تخرجت الحمد لله بثلاث سنين ونص، الثانية على الدفعة. يعني بتذكر يوم التخرج كان عندي ولدين ومنزلة بطنين، ومشروع التخرج عملته بالمستشفى. أول ما خلصت أنا بصراحة إنسان عملية جدا وبقدرش وما بعرف أقعد. كان وضعنا المادي كتير منيح، جوزي كان بيشتغل ووضعه كويس، أولادي صغار، ما عنديش إلا نفرين. اشتغلت على حالي بعد ما أنا تخرجت، أخذت دورة. أنا مبدعة جدا بالتدريس وعندي طاقة مش طبيعية، يعني أنا بحب يعني أنا لليوم بدرس وأنا بحب أدرس يعني. فلما كان وضعنا الحمد لله كويس، زوجي يروح من الشغل يلاقي الأكل والحلويات والأمور هاي، ونأكل ونتريح وهيك، ويحط راسه وينام. طب أنا إيش أسوي يعني، وقت فاضي. فمن هان بلشنا انه صرت اجيب الاولاد من الحاره، كانوا يلعبوا كوره العصر، كل الحاره الاولاد بالشارع بيلعبوا كوره، امسكهم يا انتي تعالوا اخذهم ادرسهم مجانا يعني، واهتم فيهم. والحمد لله قدرت اني انا انجح، وقدرت اني انا اصل لقلوبهم، وقدرت انه هم يعني انهم هم يتحسنوا تحسن ملحوظ. بعد هيك صارت ظروف على زوجي، فهو وقف عن شغله، وصرت أنا أفكر وأبحث إني أنا إيش بدي أسوي، إيش بدي أشتغل. الإدخار اللي عندنا في أي وقت ممكن يخلص. بلشت أجيب الأولاد وبلشت من بيتي، ما عنديش إمكانيات، ما عنديش مادة، ما عندي أي إشي، ففيش إمكانيات إلا كان عندي طاولة وست كراسي. وحكيت مع الأهالي إنه أنا رح أبدأ أدرسهم، لأنه الوضع الاقتصادي سيء بمقابل مادي. طبعاً هم كتير انبسطوا إنه لقوا حدا يتبنى أولادهم ويمسكهم وهيك. والحمد لله بلشت أدرس وبلشت أكبر في التدريس. تعبت كتير 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 لما أنا وصلت لهذه الدرجة. صرت من الدخل نفسه اللي أنا أدرس زاد عدد الطلاب، من الدخل أشتري كرسي، أشتري طاولة، أجيب لوح، أجيب علبة تبشير، أصرف على الدار. يعني جهزت في الدار وجهزت لأغراض المركز، وزاد العدد. كنت أبدأ من 5 الفجر لل 11 بالليل. في الوقت اللي أنا عرفت فيه عن تشالنج تو تشينج، كنت أيامها في المستشفى وكنت عاملة عملية، عرفت إنه في تقديم وهيك. كنت أنا مقدمة لهم، بتصل علي، كنت لسه طالعة من العمليات، إنه في عندك تدريب بعد يومين وهيك. وقلت لا لازم يعني، هاي فرصة، والفرصة بتجيش يعني كل يوم، تيجي يوم. والحمد لله قدرت إن أنا أروح على التدريب وأقاوم حالي، وكنت كتير تعبانة، كنت يومين اللي بس طالعة من العملية، وحضرت التدريب كامل. كثير استفدت من التدريب، إضافة لمهاراتي أشياء كثير، كان يعني بحط النقاط على الحروف. استفدنا يعني في الأمور المالية، في الأمور المهارات الحياتية، في تطوير المشروع. يعني أنا كان عندي مشروع والحمد لله، ولكن زي اللي المشروع تشالنج تو تشينج مسكتني هيك وحطتني اعمل هيك سوي هيك. المدربين كتير ساعدونا إنه إحنا في أي نقاط أو أي نقطة ضعف أنا صراحة كنت أطرحها، لأن أنا جاي بالآخر أنا تعبانة وهيك طالعة من العملية، فبدي أستفيد. الحمد لله قدرت اني انا استفيد بشكل كتير كبير، ومن المدربين ومن التدريب ومن المادة العلمية كانت كتير رائعة. كان عندي مشروع ولكن انا طورته وكبرته. بعد ما خلصنا التدريب وبعد وقت، فقالوا انه في مسابقة وفي لقاء بدهم يعرفوا عن المسابقة. ولا للحظة انه انا تخيلت اني انا ممكن اني انا اروح واقدم وهيك. فكرت كتير، بعد ساعة من اللقاء قلت والله يعني مش غلط، أروح أعرف إيش فيه يعني، أو إيش المسابقة يعني. قبل ما نهاية التقديم بيومين قلت والله يعني بقدم يعني مش غلط يعني مسابقة وهيك.
اشتغلت على تقديم للمسابقة. طبعا كان الموضوع مش كتير صعب علي لأن أنا أخذت تدريب وفاهمة وعارفة والحمد لله يعني ده هو بالآخر توفيق من ربنا. قدمت للمسابقة وكانوا طالبين عنا فيديو يوم هيك في رمضان بعد الفطرة التليفون برن يعني لسه أبناء كل التليفون برن مين اللي رانن يعني بعد الأكل على السريع برمضان هي بنت أختي وأختي بتقول لي يا وفاء أنت مقدمة لمسابقة بقولها والله مش عارفة يعني زمان هذا الكلام وأخذوا اللي بدهم إياه وأنا صراحة ما بعرفش لي بتقول لي اسمك هي موجود وأنت فزت في المسابقة وكان أنا اسمي أول اسم نزل يعني بأول يوم كان اسمي نازل وأول واحدة يعني بقولها عن جد بتحكي والله كل يوم منهم خلص يعني أخذوا الفايزين وهيك فالحمد لله توفيق برضو من ربنا قدرت إني أنا أفوز في المسابقة وقدرت الحمد لله أني أنا أعمل شغلات كتير حلوة. بعد ما فزت بالمسابقة صرت أنا فخورة بنفسي وزادت ثقة الناس فيها وزادت ثقة الحوالية فيها حتى كمان على الأسرة أنه والله أنه إنسان وفاء إشي كتير حلو إشي كبير أنه قدرت تفوز في المسابقة أو أنه قدرت تثبت حالها حتى على وزارة التربية والتعليم نفسها لأن أنا مرخصة من وزارة التربية والتعليم لما عرف أنه والله أنه مشروع فاز ومشروع ريادي وأشياء زي هيك أنه والله انه اشي حلو يعني وانت فايزة وما شاء الله عليك وزاد حتى التعليم زاد ثقته في المركز وزاد اعجابه بشغلنا وبأدائنا الحمد لله حصلت على المنحة طبعا استغلتها افضل استغلال يعني الحمد لله كانت نقلة نوعية لتطور المركز يعني المركز كان بسيط الحمد لله قدرت اني انا اجدد المركز واطوره وهذا يعني عملت دهان جديد عملت البواب بواب المركز الباب ما كانش هيك كان حاصل صار عندنا باب ضفت للمركز صف كبير اعمل فيه دورات جبت وسائل تكنولوجية جبت سماعة كبيرة للأنشطة جبت لابتوب جبت بروجكتور قدرت أني أنا أوسع وأطور كان عندي مشكلة في البطاريات للطاقة الشمسية كانت عاملة لي دروب في المركز لأنه إحنا أنت عارفين شوب والكهرباء دايما قاطعة قدرت أني أنا أوفر بطاريات للطاقة الشمسية قدرت أني أنا أعمل فواصل جبس بين الصفوف بعد ما كان خشب كان عندنا الصوت الصفوف على بعض لما عملنا الفواصل بباب كل واحد بصفه مسكر طبعا خففنا كتير من الأزمة طب هذا التطور كله عمل نقلة نوعية عندي فالحمد لله كان عندنا المركز معظمه ابتدائي هذا أضاف لعندي طلاب جداد فئة جديدة من أماكن بعيدة يعني كنت مستهدف بس المنطقة صار يجيني من الرمال من العطاطرة من بيت لاهية من الكرامة من النصر هاي أماكن بعيدة يعني بركب مواصلات وبيجي وبيدفع مبلغ وقدره زاد عندي عدد الطلاب في الثانوي صار عندي توجيهي هذا الصف اللي أنا أخذته منفصل عن المركز فكان عندي كنت أعمل فيه دورات عمل دورات خط عمل دورات للغة العربية عمل دورات مستويات إنجليزي أضفنا للمركز مرحلة جديدة هي الروضة فأضفنا صف للروضة في المركز فالحمد لله أصبح مركز كامل ومتكامل من الروضة للتوجيهي بالإضافة إلى مكتبة ومقصف فكل احتياجات الطالب موجودة يعني الطالب بيجي هان بيحتاج دفتر يحتاج قلم يحتاج تصوير يحتاج ملزمة يحتاج كل متوفر بنعمل جميع الأنشطة اللي بيحتاجها الطالب من وسائل تعليمية من أبحاث من أي حاجة طبعا بجانب الأشياء الترفيهية عنا حفلات عنا رحلات عنا بننسق مع المؤسسات المجتمع المدني بندي دورات عن الضغوط النفسية بندي دورات عن العنف بندي دورات عن الإنترنت والطريقة الاستخدام الجيد للإنترنت بندي توعية ونصح والإرشاد للطلاب طبعا مع المؤسسات فالحمد لله كان هو المركز مؤسسة تعليمية كاملة ومتكاملة والحمد إن شاء الله طبعا بتطور اكثر وبزيد ان شاء الله 30 برافو عليك يا هشام عدد مضاعفات العدد 3 طيب نشوف هذه السؤال شو كمان 9 حمدان احكي لي ايش اكثر ماده بتحبها الانجليزي وايش كمان والعربي يا عيني ماده المفضله الرياضيات مريم نزلي للمسك واحكي لي ايش اكثر ماده بتحبيها الانجليش وشو كمان الحساب يا عيني الحمد لله
محمد حسبة ونجيبة ابني مركز تميز عند الست وفاء. شنو التعليم المدارس المرة يعني هاللي السنتين فيش تعليم المدارس باعتباره. وصلاة النبي أنا يعني جبت من أول صف سادس حتى الآن بكل المواد. والله المعلمات ما شاء الله عليهم تميزين جدا وشاطرين. وابني وين كان ونصة والله ياخدها تميز ابني بالمدرسة من أول سادس. إحنا قدب سادس. والله بشكر السيدة وفاء شبير من فتحت هالمركة وجابت المعلمات بيستاهلوا وبيستاهلوا قر قرش معطيهم إياه. ايش هو هذا الحال؟ جاوب يا فارس. ممتاز. وهذا الحال يحيى. برافو. هذا الحال ايوه عبود. معلمات هاني شمية أحد معلمات مركز التميز التعليمي تحت إشراف المديرة وسيم شبير. أنا مدرسة لغة إنجليزية. أنا أحد طلاب المركز. كنت أدرس بالمركز. كنت أجي من بيت لاهية ودرست والحمد لله خلصت توجيهي وتخرجت من الجامعة كلية أداب لغة إنجليزية بتقدير امتياز. وقدرت أنه أثبت حالي والمركز وفر لي فرصة عمل أنه أنا أرجع أشتغل وأكون معلمة في نفس المكان اللي أنا درست فيه مركز التميز التعليمي.